عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ميناء ومدينة جرجوب الصناعية الذي يعد إضافة جديدة لمواني مصر الخمسة على البحر المتوسط. كما تناول الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة جرجوب الصناعية والتي تشمل المنطقة الصناعية واللوجستية ومركز الأعمال إلى جانب مناطق تنمية عمرانية فضلا عن مناطق التنمية السياحية. وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المحاور المتعلقة بمشروع تطوير منطقة جرجوب، ومن بينها استراتيجية التنمية في هذه المنطقة والتي تتمثل في تحديد القطاع الاقتصادي المستهدف وبرنامج التطوير والقطاعات المستهدفة الرئيسية في مشروع جرجوب. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة جاندينال البلجيكية الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا. تأتي مذكرة التفاهم في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث أن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيدا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاق إطاري ملزم لتصنيع السيارات في مصر بين الحكومة المصرية وشركة جلوبال أوتو المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر. وأكد رئيس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة. كما أشار إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل صدور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات على مدار يومين لمناقشة مشروع القانون، حيث أكد وزير شؤون المجالس النيابية أن القانون يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يتصالحوا على وحداتهم المخالفة. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم ونهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 19.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 مليار جنيه. وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع وتسجيل الإنتاج لرقم قياسي، مما طغى على تأثير إشارات إيجابية بخصوص الطلب على الخام من الصين أكبر مستهلك للنفط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تصل إلى 1.1% ليسجل 88.28 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.28% لتصل إلى 75.68 دولار للبرميل. وكما انخفضت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 91% لتصل إلى 2.76 دولار للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 91% لتسجل 3.16 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
في الولايات المتحدة الأمريكية زاد عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن ظروف سوق العمل استمرت في التحسن، وهو ما قد يساعد البنك المركزي الأمريكي في معركته لكبح التضخم. وكشفت وزارة العمل الأمريكية عن أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية قد ارتفعت من 13,000 إلى 231,000 طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع الماضي.